السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم الإخوان في فيديو جديد. الحلقة ديال اليوم الإخوان غنتكلموا على تخصصية ضفتها البينونس أنا وهي نسخ التداول أو الكوبي تريدينغ في الفيوتشرز أو لا العقود الآجلة الإخوان. يعني بإمكاننا من اليوم فصاعدا أننا نسخوا التداول واخا نكونوا حنا مثلا ماشي محترفين في هذا المجال هذا. للتذكير الإخوان، هذا المجال هذا كنت باغي تدخل ليه يعني خاص تعوي على الخسارة وفي نفس الوقت تعوي على الربح. يعني ما نقولكش أخويا لا غتربح 100% ولا نقولك غتخسر 100%، ديما تدير الاحتياط ديالك، نضرب وقيس اخويا الاحتياط ديالك. المهم الاخوان ندوزو نكملو البيانصا الاخوان، قلت لكم درت الخاصيه ديال نسخ التداول. يعني ماشي بحال شحال ديال الاخوان، يعني انك خصك واحد تمشي لواحد الاضافه شدات تكون كتاه من البيانصا مثلا وبقات تنسخ منها التداول، ولا تمشي شي موقع خارجي. يعني الاخوان الخاصيه دابا ولات داخل ديال التطبيق ديال البيانصا، يعني تقدروا تستافدوا منها. باش نزيد نوضح لكم اكثر الاخوان، ندير واحد المثال. مثلا انايا كنت داول، انايا عندي مداخل كندخل في النهار مثلا نقولوا في الشهر كامل، في الشهر كامل مثلا عندي شي 80% ديال 80% كامله ارباح، واحد 10% ولا 30% اللي خساره عندي. يعني تقدر انك انت دخلت نسخ التداول ديالي انت يا عاوتاني في نفس الوقت، يعني كتشوف انت الارباح اللي كنضرب انايا يعني بعيد على الخساره بزاف، ولكن الا شفت عندي خساره بزاف وهكا يعني خاصك تحاول تبعد. وكتشوف عاد الناس اللي مشتركين معاهم الناس بزاف، حيت كاين بعض المتداولين مثلا كتلقى عنده 40000 مشترك 100000 مشترك، الناس اللي كيشاركوا حيت تقدر انت ولا انا نشترك عند داك السيد هذاك. يعني كنسخ التداول ديالو كنعرفو حرايفي تاهو في المجال هكا، يعني الخساره قليله عنده كندخل معاه كنتوكل على الله. المهم درت الحشيط ديالك. المهم في هذا الفيديو ديال اليوم الاخوان شي كامل غنشرحوا لكم. من اهم الحوايج الاخوان اللي خصنا نديروهم ان شاء الله، يعني الموقع ديال البيانص ولا تطبيق البيانص خصنا نرجعوه باللغه العربيه، اهم شيء ضروري. ما رجعتش باللغه العربيه راه ما تخدمش اخويا، يعني كل شيء يجيك ساهل ان شاء الله. الاخوان دابا حاليا غنمشي للشاشه ديال الحاسوب ديالي ولا الهاتف باش نشارك معكم الطريقه كيفاش دايره، يعني سهله ما كاين حتى شي مجهود فيها ان شاء الله. وديك الساعه الاخوان نحاولوا تطبقوها انتوما بمبالغ قليله، فهمتوا؟ اذا كنتوا الناس ماشي خبراء في هذا المجال، حيت ما كنصحكمش كنتي بود المهجر والدومين انت راه تعرف كلشي، كلشي باين. ما تنساوش الاخوان ديروا لايك لهذا الفيديو هذا وحيت بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو مع الفاصل. ايوا الاخوان نبداو على بركه الله. اول حاجه الخطوه نديروها كما قلت لكم، الحساب ديالكم في البيانس خصكم ترجعوه باللغه العربيه. منين الاخوان بان كنجيو البروفايل ديالنا هنايا كنلقاو اللغه، احنا فين غنجيب هاد البلاصه هادي سيتينغ الفوق هاني شو احنا لقاونا اللغه، ها هي اللغه كنرجعو باللغه العربيه. حيت ما نرجعوش باللغه العربيه ما تبانش لكم الخاصيه هادي، غنرجعو مشاريع دابا رجعنا باللغه العربيه فين غنلقاو هادي. المهم حاولوا تاكدوا واش نتوما درتو ميساجور، فهمتوا؟ سيرو بلاي ستور ولا مثلا اب ستور بيونس، حاولوا تطلعوا واش درتو ميساجور ضروري. انا الاخوان كنجيو فين، كنجيو لهاد المزيد من هنايا، ها هي كنشوفوا هادو الموصى به، كنلقاو هنا تداول النسخ، ها هي مكتوب عندنا شوفوا تداول النسخ كوبي تريدينغ. ها الواجهه اللي كتصادفنا بحال هكا، هنا عندك التدوينات محطوطين هنايا كيفيه بدء التداول. المهم بزاف الحوايج اللي كيفيدكم. المهم حنايا كنلقاو هنايا تداول النسخ. هنا بالنسبه لهاد الايقونه هادي، الا كنتي انت بغيتي تكون متداول رئيسيا ويكون الناس تحت منك، يعني الناس بقا ينسخوا التداولات ديالك انت، هي الا كنتي انت حريفي في هاد الدومين هكا ما تخسر والو. المهم خص بنادم تكون عنده شويه الدرايه ويقرا السوق ويعرف كيفاش كيتداول. المهم هنا كنلقاو الناس، هنا عندنا قائمه الحافظات الاستثماريه، هما هادو دابا الناس هادو ديال 7 ايام، درنا هنا 7 ايام الخساره والربح، هنا العائد على الاستثمار. المهم كنقلبو كنفلتريو هادو، باش كنفلتريو كنقلبو بهم، حنا نخليوها هكا. هاد الاولاني مثلا شنو عنده 74 على 300 شخص، هنا العائد الاستثماري 7 ايام ها هو اقصى معدل الانخفاض. المهم كل واحد هنايا ملي كندخلوا له عاد كنقراو المعلومات بزاف شنو كاين، باش نختاروا دابا شي واحد اللي يناسبنا مثلا. شو كاين بزاف هنايا، نختار نشوف مثلا هاد السيد هذا اللي هنايا، شوفوا هذا نديرو نكليكيو عليه باش نشوف مزيد من المعلومات، باش نشوفوا المعلومات اكثر مازال. ايام التداول عندك 17 يوم، هنا متداول النسخ الحالي اللي عنده 282 شخص على 300 تبارك الله راه عنده. عندك الرافعه الماليه اللي كيخدم بها من 10 حتى ل 20، يعني مضربه في 10 ولا في 20 مزيان، يعني كيجيروا الناس المخاطر ديالهم. هنايا شوفوا درنا 7 ايام شنو كاين هنايا، اقصى معدل انخفاض 13%، معدل الفوز 50%، عدد الصفقات الرابحه 7، اجمالي الصفقات 14، يعني نص خاسر نص رابح. فهمتوا كيفاش دابا الاخوان؟ انك لقاو الصفقات ديالو كاملين، ها هما الصفقات، الرافعه الماليه في 20 في 10 في 5، يعني ما كيغامرش. المهم هذا شفناه، نشوفوا شي واحد اخر كيفاش نفلتروا ونعزلوا. وما تنساوش الحاجه الاخوان عاوتاني، حتى في النجوم خصنا نلاحظوا في هاد النجوم التقييمات، هاد 544 حتى هما كيلعبوا دور كبير. نرجعوا نسخ التداول،
نشوف هاد الشخص هذا دولاني نجمية 96. شوفوا هنايا معدل فوز 50%، أقصى معدل انخفاض، عدد الصفقات الرابحة 2، إجمالي الصفقات 4. نرجعو عاود تاني نشوفو شي شخص واحد آخر هنايا. نشوفو هاد الشخص هذا مثلا في النجوم تاهو أولا الفيدباك، تقيمت لي عنده هنا في النجوم 154، عنده 22 متداول دابا حاليا اللي كاينين، اللي كنسخو التداول ديالو. إجمالي الصفقات اللي عنده 3، الرابحة 0، معدل الانخفاض 0. المهم فاوز والو هذا، ما ننصحكمش بيه مثلا، شو معايا كيفاش انتم كتشوفوا شنو كاين هنايا. دابا نرجع لهذا الاخوان اللي درنا في الاول، هذا اللي شفنا في الاول مثلا، نجيو نديرو في 30 يوم عشان نشوفو نحلو له اكثر على الاخوان. يعني تبارك الله الاخوان كاين ربح مع هاد السيد هذا، ملي كنجيو هنا دابا الاخوان كنزيدو الفلتريو اكثر اكثر، كنديرو مثلا سجل الصفقات نشوفوهم. ها السجل، هذه رابحه، خسرة خسرة، رابحة رابحة، شو تبارك الله ربح، شو ربح، خسارة ربح. وحتى في العملات كنشوفو العملات اللي نقدرو نتحنا ندخلو فيهم، نوع العملات شو. يعني هادشي كان خصكم ديرو قدامكم الاخوان، ماشي غير تجيو تدخلوها على الله. سجل التداول كذلك عاوتاني كينفعنا، البيع 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 شو، والارباح كتلقى بما في ذلك السعر تاهو كاين، الكمية ديال اي عملة هنايا لاحظتو معايا، والتوقيت التاهية ديالها. المهم مثلا السيد هذا عجبنا، بغينا نسخو التداول ديالو، صافي ساهله، كنجيو كنديرو نسخ التداول من هنايا. احنا دابا كنتوجهوا لهاد الصفحه هذه بحال هكا. هنا الاخوان دابا عندنا مبلغ، هنا عندنا جوج اختيارات الاخوان، عندنا مبلغ ثابت ومعدل ثابت. الفرق اللي بيناتهم مثلا الاخوان، مثلا مبلغ ثابت يعني كل صفقه كندخلوا ليها عندنا فيها 10 دولار تقريبا نسبه ديال كل صفقه كنديروا، نجيو ندير تدخل في كل طالب مثلا 10 دولار، يعني في كل صفقه دخلت ليها 10 دولار مبلغ ثابت. هنا مثلا حد الاقصى المبلغ شحال ندير، مثلا ندير 20 دولار 30 40 50 150 دولار مثلا، درنا 150 دولار راه جينا 15 صفقه كل واحده ب 10 دولار فهمتوا كيفاش. ندير مثلا حنايا، ندير مثلا حنا واحد 40 دولار الاخوان بحال هكا مثلا، هنا عندنا 4 صفقات 10 دولار في 10 في 10 في 10. هنا الاخوان ضروري هذه ديال ايقاف الخساره، مو سوق يمكن مصابي ضروري، يعني فين كتجري الاخوان الخساره راه جاب الله خسر شي باش ما تخسرش بزاف، ما درتيهاش درتي ولا درتي شي حاجه نسبه كبيره في المئه راه تمشي لك. المهم مثلا ندير واحد 25%، شحال جينا 25%، ها هي لاحظتوا دابا شحال نخسر هنايا، ناقص 10 دولار 10 يو اس درتي تقريبا لا تخسر، غتمشي ليا من هاد 40 دولار اللي درت هنايا، غتشط ليا 30 الا جاب الله خسر. تما انا انسحبت من عند هاد الشخص هذا اللي نسخت ليه التداول ديالو، كنسحب مباشره مشى من الاخوان فادي، ولا تقدروا ديروا 15% ناقص 6 دولار فهمتوا. نتوما تعرفوا كيفاش حاجه يقدر ينزل السوق في واحد البلاصه ينزل نزل ويطلع بك عاوتاني، ما تعرف شنو كاين على حسب. المهم درتي نتايا كتجري الخساره ديالك، كتخاف على راسك ربما باش تمشي لك رزقك كامل. حنا كنهضروا على صحاب المحافظ الكبار عاوتاني، حنا مبالغ صغيره راه ماشي مشكل. خاف الخساره في 25% نديروها نخلوها هكا. هنا عندنا الاخوان واحد الحاجه مثل اعدادات متقدمه، كتبين لك اختياري اختياري، مي حنا نقدروا نقادوهم ما خاصنا والو، كنكليكيو عليهم هكا هاد كنخليوها. هنا عندنا الرافعه الماليه الاخوان، الرافعه الماليه هي مهمه. هنا عندنا الرافعه الماليه الاخوان اللي محطوطه هنايا كتكون تلقائيه ديال السيد اللي نصو التداول ديالو، والرافعه الماليه ثابته كنديروها حنا كنتحكموا فيها راسنا. ها هي لاحظتوا في واحد في جوج في ثلاثه في اربعه في خمسه، المهم حنا كنتحكموا هنا في هاد الرافعه الماليه فين كتضوبلوا الارباح ديالنا. بغيتي تخلي هادي السيد خليها ديال الشخص، بغيتي انت تزيد في الرافعه بغيتي تنقص شغلك هذاك. هنا الحصول على الارباح هنا فين كتوقف خطر الصفقه، هنا فين كتوقف مثلا باش انا نوصل الارباح مثلا في واحد 5%، ها هي 5% كنوقف صافي كناخذ الارباح ديالي وكنسحب، والخساره كذلك حتى هي كنديروها هنا كنجريوها هنايا نفس الديكور اختياري عاد نكادو. المهم ما بغيتش انت كتحيدهم بلا ما ديرهم الرافعة الماليه، نخليوها كما كانت حنايا نتبعوا هذا السيد هذا تيلو حنا في شي بير ياكم الاخوان. المهم صافي ملي كتسالوا هادو نحيدو حنا العلامات المتقدمه، العلامات المتقدمه بلا ما نديرهم اختياري. نتوما الاخوان الا بغيتو تقراو اتفاقيه خدمه المستخدم كتكليكيو عليها كتقراوها وكترجعوا توافقوا، ممكن توافقوا هكا. مورا الاخوان كنديروا ناسخ بحال هكا، كيعطيونا هنا كيقول لها شنو عندي المعلومات ديالي كاملين، صافي كندير تاكيد. دابا ندخلها مباشره الاخوان صافي، تم نسخ التداول
تم نسخ التداول بنجاح الاخوان. صافي مزيان. هنا دابا عندنا عرض التفاصيل، هنا نعود الى الحافظه الاستثماريه، كندير عرض التفاصيل نشوفوا التفاصيل ديالنا. هي نظره عامه على نسخ التداول. اجمالي رصد الاقتراض 40 يو اس دي تي، اجمالي رصد المحفظه 40 يو اس دي تي، اجمالي الارباح والخسائر المحققه، الربح الصافي. لاحظتوا معايا ها تم النسخ في التوقيت الفلاني، عفوا. هنا عندنا ايقاف النسخ، هنا الاعدادات اللي كندخلوا لهم كنعاودوا نضبطوا شي حوايج، كنزيدوا مثلا في الرافعه الماليه، نزيدوا في المونطو، نقصوا. المهم حنا كنجيروا داكشي هنا في الاعدادات، هانتوما طلعوا لنا كلشي هنايا. هنا ما خصهاش تشد واحد 24 ساعه تقريبا تلقاو كيبقاو بين الارباح اللي عندكم. هنا تحويل كنا نحولوا، هنا ايقاف النسخ، هنا نقدروا نوقفوا النسخ مثلا ورجعوا لنا، رجعوا لنا فلوسنا ورجع لنا كلشي، فهمتوا؟ باقي ما بديناش دابا. وبالنسبه لاخوان الناس اللي باقي ما مسجلينش من صل باينانس، كنصحكم انكم تسجلوا، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف، وتلقاو لا فيديو على الطريقه ديال التسجيل، كيفاش ديروا اثبات الهويه، وكاين طرق اخرين الاخوان اللي هضرنا عليهم اللي مربحين في هذه المنصه. يعني ماشي هو الطريقه تربح، كاين بزاف ديال الطرق تربح منهم هذه المنصه. المنصه الاخوان عالم بوحده صراحه. يلا الاخوان دمتم في امان الله، في فيديو مقبل ان شاء الله.